رؤوسني أموال كبيرة، أنفومين شركات كبيرة، أنفومين أنفومين ماشي هو هذاك طبعا يعني لا غونت رايع ورايع هو أموال كبير يشمل الاحتكار يشمل الامتياز الضريبي يشمل الامتياز ديال التوريد مثلا بعض الماركات ديال السيارة في المستوى ديالها واحد مثلا هذا هي غونت هنا يجب التوجه من هذا النيش واستخلاص هذا على مصلحة على إدارة كبيرة شكرا.